عايزين بقى ندخل سريعا كده البيزل سيل كارسينوما، مذاكرينها ولا اتكلم عنها على السريع كده؟ طيب انا عايز بقى دي بقى بداية بقى. طب انا ممكن تقربوا عليا كده وانا عايز ورقة وقلم. نشرح بس حاجة اسمها الهيدج هوج باسوي، ده اصعب حاجة في التصوير كله. انت كده انا عايزين حاجة نكتب فيها، عايزين من النص عشان تعرفي تكتبي. لا انا مش هكتب، انا هكتب في الكتاب. طيب صلوا بينا على النبي. لما يجي يقول طبعا البيزل سيل كارسينوما ات از ذا موست كومن ابيديرمال تيومر ككانسر، يعني بالنسبه ككانسر. يعني لما يجي يقول لك يا بنتي ايه هو الموست كومن تيومر، هتقول له والله في عندي من البناين اللي هو الاكر كوردون او السكن تاج، والماليجننت ان هو البي سي سي. حد فيكم ما شافش بي سي سي قبل كده؟ شفتوها ولا يا شيخه؟ بي سي سي صور بس مش شفتهاش. طيب هو البي سي سي احنا بنشوفها كتير جدا 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 جدا. لما يجي يقول لك ايه هو الايتيو باثوجينيسيس اوف بيزل سيل كارسينوما، هنقول له ايه؟ والله الايتيو باثوجينيسيس اوف بيزل سيل كارسينوما زي اي ابيديرمال تيومر، صح؟ اول حاجه اللي هو كرونيك سان اكسبوجر. بس الكرونيك سان اكسبوجر في البي سي سي مش شرط ان هو يكون كونتينوس سان اكسبوجر، يعني مش لازم يكون قاعد في الشمس 24 ساعه. غير البي سي، غير السكوما سيل كارسينوما. السكوما سيل كارسينوما عايزه كيومولاتيف افكت عالي قوي، يعني عايزه الواحد يقعد في الشمس فترات طويله، انما انترميتنت كورس دي ممكن تيجي مع البي سي سي. ايه اللي يفرق البي سي سي بدايه كده عن السكوما سيل كارسينوما؟ البيزل سيل كارسينوما غالبا بتيجي يا اما في الجلد بس، انما السكوما سيل كارسينوما تيجي في الجلد او الميوكس ممبرين. يبقى السكوما سيل كارسينوما يا سكويمس يا جلد يا ميوكوزا، انما البي سي سي غالبا جلد بس ما بيجيش في الميوكوزا. السكوما سيل كارسينوما عايزه كيومولاتيف افكت من السان اكسبوجر او الالترا فايلوت اكسبوجر عالي قوي، انما البي سي سي لا، انترميتنت كورس ممكن يجي. ماشي؟ طيب البي سي سي ممكن تيجي دي نوفو على نورمال سكين، او ممكن تيجي على البريفيوس سكين ليجن، انما السكوما سيل كارسينوما غالبا بتيجي على بريفيوس سكين ليجن، ما بتجيش دي نوفو. ماشي؟ حلو. لما الاتيو باثوجينيس في الاثنين تقريبا واحد، هتلاقي اكسترنسك وانترنسك. والاكسترنسك لما تيجي تقولي بقى مش ما تقوليش بقى برولونج سان اكسبوجر، ليه؟ لان احنا عندنا حالات بياخدوا بوفا وبياخدوا نارو باند، لا بوفا غالبا يعني. وبدا يجي لهم بي سي سي وبقى لهم سكوما سيل كارسينوما، عشان كده احنا بنوقفهم اصلا يعني في الجلسات بتاعه النارو باند او اليو في بي، لينا ليميت ما بنقدرش نتعداه، عشان ممكن الراجل ده ممكن يجي له سكوما سيل كارسينوما. فبنقول ايه بقى؟ كرونيك اكسبوجر تو الترا فايلوت ريز. طب ما هو الشمس فيها الترا فايلوت، يبقى انت كده ضمنت دي وضمنت دي. ماشي؟ يبقى كرونيك اكسبوجر للالترا فايلوت ريز. الناس اللي بتاكل او بتشرب ميه فيها زرنيخ كتير، طب احنا بنشرب ميه فيها زرنيخ اللي هو الارزينيك، شفناها قبل كده؟ لا. الناس اللي بتشرب ميه الابار دولت فيهم ميه الابار دي فيها ارزينيك كتير، فممكن يجي لهم. يبقى في الاثنين. يبقى الارزينيك خدناه فين؟ خدناه في الاكتينيك كيراتوزيس، وخدناه في الباونز ديزيز، وهناخده برضه في البي سي سي والسكوين مصر كارسينوما. ماشي؟ عموما اهمهم الكرونيك الترا فايولت اكسبوجر والارسينيك. في حاجات كتير ده في بريفيوس ليجنز هنتكلم عنهم ليتر، يعني هنلاقي في حاجات كتير، يعني ممكن مثلا زيرو ديرما بيجمنتوزا ديفلوب عليها بي سي سي، صح؟ ممكن نيفا سبيشيس وجاتسون ديفلوب عليها بي سي سي، دي بيسموها بريفيوس بناين او بري مالجنت كونديشن. طب السيبوريك كيراتوزيس ممكن تقلب كمان ببي سي سي. انا دلوقتي بتكلم في مين؟ في البيزل سيل كارسينوما. عايزين نفهم الانتو باثوجينيس لانه مش مكتوب عندكم في الكتاب كويس. دلوقتي انا لما بتعرض لكرونيك سان اكسبوجر او كرونيك الترا فايولت اكسبوجر، ايه اللي بيحصل؟ فاكرين الزيرو ديرما بيجمنتوزا؟ او لسه ما خدناهاش. الزيرو ديرما بيجمنتوزا بيقول لك ده من كتر الالترا فايولت. الالترا فايولت لما بتتعرض الكيراتينوسايتس اهي، اعتبر ان دي كيراتينوسايتس وادي النيوكلاس بتاعتها، والمفروض ان هي متحوضه من فوق بمنن علشان يحميها من الصن او الالترا فايلوت. الالترا فايلوت بتعمل ميوتيشن او تقدر تعمل ميوتيشن في الدي ان ايه، بتكسر الدي ان ايه،
وعلشان كده الناس البيض او الفير سكين معرضين اكتر للكانسر من الناس النيجروز. ليه؟ الناس النيجروز عندهم كميه ميلانين كتير تقدر تحميهم، انما الفير سكين ما عندوش. حلو. يبقى الالترا فايلوت لما بتنزل على الكيراتينوسايتس ايه اللي بيحصل؟ بتقدر تعمل ميوتيشن في كام جين كده اللي موجودين فين؟ في النيوكليس. كرونيك سان اكسبوجر، كرونيك الترا فايلوت اكسبوجر، هتعمل لي ميوتيشن في جينز كتير موجوده فين؟ في النيوكليس بتاعت الكيراتينوسايتس. طب الميوتيتد كيراتينوسايتس دي ايه اللي بيحصل لها؟ قال لك والله الميوتيتد كيراتينوسايتس دي بيحصل لها اوفر بروليفريشن. طب لما بيحصل لها اوفر بروليفريشن الجلد عايز يعوض الاوفر بروليفريشن دي، عايز يغذيها، فيعمل حاجه اسمها نيو انجيوجينيسيس. يبقى انا دلوقتي انا عندي كرونيك سان اكسبوجر او كرونيك الترا فايلوت ريدز اكسبوجر، عمل ميوتيشن في جينز اللي بتبقى موجوده في النيوكليس بتاعت الكيراتينوسايتس. الكيراتينوسايتس دي طبعا حته البروليفريشن ده حصلت ازاي؟ هقولها. حصل فيها اوفر بروليفريشن عشان الجلد يقدر يعوض، بيعمل نيو انجيوجينيسيس. وحكايه النيو انجيوجينيسيس دي كانت هي عايز اقلم انا معايا لام كتير على فكره. النيو انجيوجينيسيس دي كانت هي السبب، كانت هي السبب في حاله التلانجكتيزيا اللي احنا بنشوفها. يعني احنا بنشوف تلانجكتيزيا كتير فين؟ حاله البيزل سيل كارسينوما. ليه؟ علشان حصل نيو انجيوجينيسيس. طيب دلوقتي انا عندي جلد اهو، انا عندي ابيدرمس اهو وعندي درمس. الحته دي حصل فيها اوفر بروليفريشن، اوفر بروليفريشن، اوفر بروليفريشن، اوفر بروليفريشن. اوفر بروليفريشن غالبا في انهي خلايا؟ انا بتكلم على بيزل سيل كارسينوما، يبقى غالبا في البيزالويد سيلز. حلو. البيزالويد سيلز عماله تزيد 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 تزيد، ولما بتقعد تزيد بتطلع لفوق الاول، ولما بتطلع لفوق تعملي واتس كولد نوديول. يبقى اول حاجه بتطلع في البي سي سي ان هي لازم تكون عندي الاول ايه؟ نوديول. طيب انا عندي بلاد فيسلز عماله تغذيني المنطقه دي، حلو، واكسجينيشن رايح للكيراتينوسايتس ايفن هي مالجننت. يعني انا عندي مالجننت سيلز بيزل كيراتينوسايتس عماله تزيد دلوقتي في مين؟ في الابيدرمس، وعماله تزيد 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 لدرجه ان هي كبرت وعملت لي نوديول. يقول لك ايه؟ ان الريت اوف اوفر بروليفريشن بتاعت الكيراتينوسايتس اكسيدز، يعني يتعدى الريت بتاعت النيو انجيوجينيسيس. يعني ايه برضه؟ يعني انا دلوقتي المفروض انا عندي 100 خليه المفروض هتتغذى 3 4 بلاد فيسلز. حلو. دلوقتي عندي 10000 خليه وعندي 100 بلاد فيسلز بس، وبالتالي الريت اوف بروليفريشن اكسيدز ريت اوف نيو انجيوجينيسيس. فيحصل ايه اللي بقى؟ يحصل نكروزس، يحصل اول هايبوكسيا وبعدين اسكيميا ويحصل نكروزس. يحصل اكتر فين؟ يحصل اكتر في البروليفريتنج سيلز، انما السيلز اللي بتبقى على البريفري بتاعت الليجن، يعني هنا في النص اوفر بروليفريتنج سيلز. السيلز اللي بتبقى على السايتس بتاعت الليجنز، بتبقى السايتس بتاعت الليجن، بتقدر تتغذى بالبلاد فيسلز بتاعت النورمال سكين. وبالتالي الاسكيميا والنكروز هيحصل فين اكتر؟ في السنتر بتاعت الليجن. وبالتالي هيحصل هايبوكسيا، اسكيميا، نكروزس، وبعدين يحصل سلافينج. وعلشان كده بيحصل نوديول وفي سنترال ألسريشن. حلو. وعلشان خاطر البلاد فيسلز اللي على الجناب بتاعت الليجن بتقدر تغذيها، فيسموها رود، بيسموها رود ايفرتد ايج. يعني هقول لك رود، رولد ايج. يعني دلوقتي ادي تتكون عندي النوديول، صح؟ الحته دي هتتغذى بمين؟ بالادجستنت سكين. ودي هتتغذى بالادجستنت سكين، والحته دي كلها هي اللي هتقع، فهتتكون عندي الالسر دي. والالسر دي لما لقوها عماله تتاكل في النص وعماله تدخل ديبر 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 ديبر، فشبهوها كان الالسر القارضه. يعني القارضه اللي هو الرودنت ألسر. حلو. طيب البيزل كيراتينوسايتس دي مترتبين ازاي؟ مترتبين بلاسيدنج. يعني كلمه بلاسيدنج يعني ادجستنت تو ايتش اذر، وكمان بريبنديكولر على السيرفيس. حلو. وبالتالي الماسس اللي هتتكون، هتتكون عندي ماسس اوف بيزالويد سيلز، البريفري بتاعها هيبقى عامل ايه؟ بشكل البلاسيدنج. حلو. يبقى انا قبل ما ادخل على الهيستوباثولوجي، انا متوقع ان انا عندي ماسس اوف كيراتين او بيزالويد سيلز. الماسس اوف بيزالويد سيلز المفروض كانت في الابيديرمس الاول،
ورفعت لفوق وعملت اوفر بروفريشن وبعدين عمل ألسر وبعدين عملها تدخل انفيد الدرمس. ليه؟ لانها دلوقتي اصبحت كانسر. يبقى انا لما اجي ابص بقى على الدرمس هلاقي ايه؟ هلاقي ماسس وبيزالويد سيلز. الماسس وبيزالويد سيلز على البريفري بتاعها هلاقي فيها بلاسيدي. حلو. البيزل كيراتينوسايتس دي في الاساس اصلا كانت المفروض تكون لي ايه؟ كان المفروض تعمل البريكل سيلير، والبريكل سيلير تتحول الى جرانولر سيلير، والجرانولر سيلير المفروض كانت تتحول الى الهورن لير. دي بنسميها ديجري اوف ديفرنشيشن، يعني بيزل بريكل جرانولر وبعدين هورن. حلو كده. كل ما كانت الديجري اوف ديفرنشيشن اكتر كل ما كان الليجن ده برغم ان هو كانسر الا ان هو مور بناين. مش بناين، هو بناين يعني في الاجريشن بالظبط البروجنوز بتاعه بيبقى كويس. بمعنى ايه؟ يعني انا ممكن الاقي ماسس وبيزالويد سيلز والاقي في السنتر بتاع كيراتين. طب الكيراتين ده جه منين؟ من الديفرنشيشن. انما لو ما لقيتش يبقى دي نوت ويل ديفرنشيتد، وبالتالي البروجنوز بتاع الحاله دي بيبقى رخم، بيبقى اجريسيف. طبعا البي سي سي فيها انواع كتير كتير صح، سواء كانت كلينيكال او هيستوباثولوجيكال فاريانس. بس احنا فهمنا الفكره ان الكرونيك سان اكسبوجر او كرونيك الترا فايلت اكسبوجر عمل ميوتيشن في جينز موجوده في الكيراتينوسايت. الميوتيشن دي ادت الى اوفر بروليفريشن في السيلز، حصل نيو انجيوجينيسيس. الريت اوف بروليفريشن اكسيد ذا ريت اوف نيو انجيوجينيسيس، حصل هايبوكسيا واسكيميا ونكروزس، حصلت الالسر، والالسر تبقى ريزد ايفرتد. ليه؟ لان السايتس بتاعت الليجن، السايت بتاعت الليجن تبقى عباره عن ايه؟ سنترال اكتر من بريفري. اه النكروزس سنترال اكتر من بريفري. وانس ان هو عمل انفيجن البيزمنت ممبرين ده كلينيكالي يبان لي في صوره ايه؟ لا، انفيجن البيزمنت ممبرين يبان لي في صوره انفلتريشن. وعلشان كده لما باجي اعمل اكزامينيشن للالسر هقول لكم دلوقتي انا بعمل طبعا السايت والسايز والنمبر ومش عارف ايه، اقول لك البيز. البيز ده لما باجي احسه ازاي؟ او اعمله اكزامينيشن بايدي صح؟ انما الفلور لما باجي اعمله اكزامينيشن بعيني. البيز بقوم جاي بين صوابع ايدي واقوم جاي ماشي كده بين صوابع ايدي كده. لو كان انفلتريت البيزمنت ممبرين يعني الليجن نفسه انفلتريت البيزمنت ممبرين بتبقى فيكسد كانه بالظبط انفلتريتد كده خلاص. حلو. هنا في البي سي سي نتوقع ان هي بتبقى اكتر انفلتريتد، ولا طبعا لازم تكون انفلتريتد ماشي، لازم تكون انفلتريتد. طيب انا قلت يا دكتوره ان هو في نيو انجيوجينسيس كتير صح، والنيو انجيوجينسيس دي قلت في النص كده الحوارات دي، قلت ان الالسر ده عماله تاكل 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 تاكل. وعلشان كده بتوقع اكتر ان انا ممكن الاقي هيموريج، والهيموريج دي لما بيخف بيعمل بلاستيشن. عشان كده كلمه الدكتور احمد نوفل ربنا يمسيه بالخير يا رب، اي نوديولز تلاقي فيها هيموريج وكراستيشن ات از بي سي سي انتل بروف ذا اذروايز. كلام صح. ليه؟ لان الليجن ده بيبقى فيه نيو انجيوجينز كتير قوي، فاتوقع اكتر ان ممكن يحصل هيموريج، والهيموريج ده لما بينشف بيعمل لي كراستيشن. حلو كده. طيب حلو، ايه اللي عمل بقى الاوفر بروليفريشن في السيلز؟ قلنا نتيجه ميوتيشن في جين. طيب انا عايز اتكلم عن حاجه اسمها الهيدج هوج باثوي. هيدج هوج باثوي، فاكرين زمان كان في فار كده اسمه سونيك هيدج، مش فاكرين سونيك هيدج هوج، ما علينا. هيد هوكد باسوي ده باسوي ده نورمالي موجود في النورمال سيلز، وهوري لكم الصورة دلوقتي. هيد هوكد هيد هوكد موجود على هيد هوكد. صلوا على النبي. انا عندي كيراتينوسايت تاني. حلو، انتوا شايفين الاول ولا مش شايفين؟ بتشيلوا الحاجات دي. عندي كيراتينوسايت كويس. الكيراتينوسايت المفروض ان هي لها نيوكليس، بس انا ما بتكلمش على الكيراتينوسايت، انا بتكلم على اي خليه كويس. انا عندي هنا كروموزومز، الكروموزومز دي فيها الدي ان ايه ماشي. انا عندي الخليه علشان تكتر بيحصل لها بروليفريشن
سموا الجين اللي هيخلي الخليه تعمل بروليفريشن اونكوجينيك جين. اونكوجينيك مش معناه ان هو خلاص لازم سبب سرطان، ده اونكوجينيك يعني بيعمل لها بروليفريشن. الاونكوجينيك جين اللي بيبقى موجود يخلي الخلايا يحصل لها بروليفريشن كتير حاجه اسمها الجلايا 1 جين. اسمه ايه؟ جلاي 1 جين. انت لو عرفت الكلام ده اساتذه. يبقى انا عندي جين جلاي 1 جي ال اي 1 جلاي 1 جين ده سيكولي اوف دي ان اي. ده جين موجود فين؟ موجود في الكروموزومز بتاعت الكيراتينوسايتس عند اذر سيلز. جلاي 1 ده ايه اللي بيعمل؟ هو ده بيعمل بروليفريشن للسيلز، موجود عندكم في الكتاب على فكره بس موجوده مبهمه شويه. جلاي 1 جين ده خلاص يبقى ده جين المفروض سيكونس اوف دي ان اي، السيكونس بتاع الدي ان اي ده هو اللي بيخلي الخلايا دي يحصل لها بروليفريشن. حلو الكلام؟ طيب جلاي 1 ده بيجي له اشاره منين؟ من ترانس ممبرين سيجنال باثوي هنا بيسموه سموسنت اي ان اي دي سموسنت باثوي. مش مشكله الكلام بتحفظوه بالبتاع بس تفهموها بس. يبقى انا عندي حاجه اسمها السموسنت ريسبتورز. السموسنت ريسبتورز دي هي بتدي اشاره سيجنال انتراسيلولر سيجنال. انتراسيلولر يعني داخل الخليه مش انتر، انتراسيلولر سيجنال لمين؟ للجلاي 1 ده تقول له خلي الخليه بتاعتك يحصل لها بروليفريشن. سموسند سموسند ريسبتورز هي اسمها كده. السموسند ريسبتورز دي السموسند ريسبتورز دي عرفنا ان هي اللي بتعمل ايه؟ هي اللي بتدي الاشاره لمين؟ جلاي 1 جين. جلاي 1 جين ده هو اللي بيخلي الخليه يحصل لها اوفر بروليفريشن. حلو كده؟ او بروليفريشن وديفرنشيشن. ربنا علشان يخلي يتحكم في جلاي 1 ده خلاله السموسنت. طب علشان يتحكم في السموسنت ده خلاله ترانس ممبرين برضو ريسبتور جنبه على طول، حاجه اسمها البي تي سي اتش ريسبتور. اسمه ايه؟ او الباتش ريسبتور. بيسموها الباتش ريسبتور او البي تي سي اتش ريسبتور. الباتش ريسبتورز دي ده ريسبتور عادي المفروض يجي لها وات از كولد ليجند. يعني ايه ليجند؟ ده رابطه تمسك فيها عشان تعمل لها اكتيفيشن. سيبوكوا بس من الليجند دلوقتي. عرفت انا عندي دلوقتي ثلاث حاجات صح؟ انا عندي حاجه اسمها البي تي سي اتش ريسبتور، وعندي حاجه اسمها السموسنت ريسبتورز، وعندي حاجه اسمها جلاي 1 جين صح؟ جلاي 1 جين دي ده اونكوجينيك جين. يعني ايه اونكوجينيك جين؟ ده هو اللي بيخلي الخلايا دي يحصل لها بروليفريشن. علشان يشتغل لازم تيجي له اشاره من مين؟ حاجه اسمها السموسنت ريسبتورز. حلو؟ الاشاره بتاعت السموسنت ريسبتورز دي اشاره بالبوزيتيف يعني اشتغل ايه. علشان اتحكم في السموسنت ريسبتورز دي راح ربنا خلق حاجه اسمها البي تي سي اتش جين. ده بتبقى ترانس ممبرين ريسبتورز برضو بتبقى موجوده على السيل ممبرين. حلو كده يا احمد؟ البي تي سي اتش ريسبتورز طول ما هي ان باوندد. يعني ايه ان باوندد؟ يعني مش ماسك فيها حاجه. ايه اللي بيحصل؟ بتعمل انهبيشن للسموسنت. ولما بتعمل انهبيشن للسموسنت السموسنت مش هتقدر تدي خلايا اشاره لمين؟ للجلاي 1 جين. طيب علشان يحصل لها اكتيفيشن دي ايه اللي بيحصل؟ يجي عايزين نشوفها بس رسمه الاول. يجي جلايكوبروتين ربنا خلقه. الجلايكوبروتين ده اسمه الهيدج هوك ده بقى. وبالتالي اتسمى الباسوي كله هيدج هوك باسوي. يبقى لما يجي يقول لك بس قبل ما ادخل بس على الكنترول بتاعها واللخبطه بتاعتها. لما يجي يقول لي الهيدج هوك باسوي ده بيتكون من ايه يا ابني؟ اقول له ايه؟ قول والله يا فندم الهيدج هوك باسوي ده بيتكون من اربع كومبوننت صح؟ ايه هم الاربع كومبوننت؟ رقم واحد الجلايكوبروتين اللي اسمه الهيدج هوك اللي هيمسك في مين؟ البي تي سي اتش اهو. وده قافل خالص بقى في البي تي سي اتش ريسبتورز صح؟ والبي تي سي اتش ريسبتورز كانت بتتحكم في مين؟ في السموسنت. في السموسنت. حلو؟ طيب
البي تي سي اتش جين ده اللي بيسموها تيومر سبريسور جين، قلنا ان هو اللي بيعمل مين انهيبيشن لمين. شوف حتى بيسموها ايه، ادي سونيك اهو صح، سونيك هيد هوب باسوي ماشي. طيب يبقى انا عندي اول حاجه اسمها البي تي سي اتش جين، ده تيومر سبريسور جين صح، ده ترانس ممبرين ريسبتور. ادي الاربعه كومبوننت اللي احنا قلنا عليهم، حاجه اسمها الهيد هوب ديليجنت ده الجلايكوبروتين اللي هيمسك في مين، في البي تي سي اتش ريسبتورز. وعندي تاني حاجه اللي هو البي تي سي اتش ريسبتورز اللي بتبقى موجوده على السيل ممبرين. وعندي حاجه اسمها السموسند، اهي عشان لو انت مش عارف النقطه بتاعها سموسند الثالثه سموسند ريسبتورز. وبعدين علشان تقدر تتحكم في مين، في الجلايا 1. طول ما البي تي سي اتش ريسبتورز دي انباوندد، يعني ايه انباوندد؟ يعني مش ماسك فيها حاجه، هتعمل انهيبيشن لمين؟ للسموسند. طالما عملت انهيبيشن للسموسند يبقى هيحصل، مش هيحصل اكتيفيشن جلايا 1، وبالتالي مفيش من كتر سان اكسبوجر حصل ميوتيشن في البي تي سي اتش جين ده. وبالتالي طب استنى بس قبل ما ادخل على الكرونيك سان اكسبوجر، النورمال تاني بقى لو ما يجي بقى الجلايكوبروتين اللي هو الهيد هوب دوت يمسك في البي تي سي اتش ريسبتورز يعمل لها سبريشن يقفلها. وطالما عمل لها سبريشن الانهيبيشن اللي كانت بتعملها على السموسنت راحت صح، وبالتالي السموسنت هتشتغل وتقوم جايه مديها اشاره لمين يا احمد؟ للجلاي 1، وبالتالي يحصل تارجت جين اكسبريشن، وبالتالي يبتدي الراجل ده يبتدي يحصل فيه او السيل دي تحصل فيها بروليفريشن. اللي بيحصل بقى ايه؟ ان مع الكرونيك سن اكسبوجر بيحصل فيه ديفكت في البي تي سي اتش جين اتسلف، او ممكن يحصل ايه؟ ديفكت في جلايا 1 يعني، او في السموسنت، واحده من الثلاثه دول. وبالتالي الهيد جوكت بسوي بتلخبط، وبالتالي هيشتغل الجلايا 1 ده ان تشيكت. يعني ايه ان تشيكت؟ يعني هيشتغل من غير رقيب. نفس فكره الماستوسايتوزس بالظبط على فكره، ان الماستوسايتوزس ان الماست سيلز دي علشان يحصل لها بروليفريشن السيرفيس بتاعها عليه حاجه اسمها سي دي 117 او حاجه اسمها سي كيت. السي كيت دي علشان تشتغل لازم يمسك فيها حاجه اسمها الستيم سيل فاكتور. الستيم سيل فاكتور ده اول ما يمسك فيها الخلايا دي يحصل لها بروليفريشن. في الماستوسايتوزس بيحصل اوتو اكتيفيشن لمين؟ للسي كيت ده، فبتشتغل لوحدها. ما علينا، يبقى الفكره كلها ان الانباوندد بي، عشان وانتوا بتقروا بقى، وانتوا بتقروا بقى الطلاسم دي بقى في عصب انباوندد بي تي سي اتش جين او الباتش جين بيعمل انهيبيشن للسموسنت، والسموسنت دي كانت هي المفروض تعمل اكتيفيشن لحاجه اسمها جلايا 1. باوندد بي تي سي اتش جين بمين؟ بالهيد هوبد بروتين جلايكوبروتين، ده بيفك الانهيبيشن على السموسنت، وبالتالي جلايا 1 بيحصل له. لو حصل ميوتيشن في البي تي سي اتش جين الجلايا 1 هيشتغل ان تشيك، وبالتالي هيحصل اوفر اند اوفر بروليفريشن. اما تيجي تقرا بقى في السندرومات بتاعت مثلا دكتور حسب ميوتيشن في الباتش جين ده هيبقى الجلاي 1 مش فاهمه الجلاي 1 وال وركي ان تشيك، يعني شغال من غير رقيب. ان تشيك. طيب هو دكتور معلش اللي هو الهيك هوب ليجن ده بيبقى في النورمال يعني؟ تبقى الخلايا أيوه. تنقسم بس نورمال. نورمال. طيب ده اللي انا كنت بقول لكم عليه، انه اول حاجه الترا فايلوت حصل لها الترا فايلوت اكسبوجر، البيزل سيل كارسينوما بدا يحصل فيها ديسريجيليشن وبدا يحصل فيها جروس، الرابيد جروس اكسباند او اكسيد الريت اوف نيو فاسكولاريزيشن، وبعدين عملت لما الريت بتاع الريت اوف تيشو اكسبانشن عدى عن الريت اوف انجيوجينيسيس عملت تيشو اكسكيمي جروزس علشان شايفها كولد ايج. يبقى الحته دي شوف الحته دي يعني هنا رسمة احسن، هنا البلود فيسلز ما كانش فيه او ريت اوف جروس في الحته دي بالذات عدى الريت اوف نيو انجيوجينيسيس وبتاع حصل سكيما كروز وصلافي، وهنا النيو البلود فيسلز بتاعت الادجستنت سكين هي اللي مغذيه لي السايدز بتاعت التيومر، وعشان كده بتبقى رولد ايج عالي كده. حكايه النيو انجيوجينيسيس دي هي اللي عملت لي الابرايزنج بلود فيسلز. انا عندي ريت اوف جروس كتير في مرض المفروض مالينجنت سيلز، فبالتالي مش هتكبر بحاجه يونيفورم، هتكبر هابهازارد، وبالتالي البلاد فيسلز بتتلخبط، وعشان كده انا بشوف اربرايزنج بلاد فيسلز
او حاجه عامله زي الشبكه نتورك كده في الدرموسكوب. طيب سيبكوا بقى من الكلام ده ونرجع تاني. فهمنا الاول الاتش باثوجينيس بتاعت البي سي سي. طيب لانها مهمه جدا دي. بيزل سيل كارسينوما. قلنا البيزل سيل كارسينوما دي ممكن تيجي على نورمال سكين وممكن دي نو وممكن تيجي على البريفيوس ليجن. والبريفيوس ليجن دي هي بري مالجنت او ممكن تكون بناين ليجنز. ماشي. طيب تعالوا بقى بنشوف بقى الانواع بتاعت البيزل سيل كارسينوما. اول نوع طبعا اهم حاجه ان هو لما بيجي اقول الراجل ده هي بتيجي في الميل ولا في الفيميل؟ تيجي في الميل. ميل اكتر. ماشي. تبقى اكتر في الميل. طب اولدر ولا ينجر؟ ليه في الاولدر؟ علشان عايز اكرونيك سان اكسبوجر. ماشي. طب ممكن تيجي في الينجر؟ ممكن. طب ممكن تيجي في سينس بيرس؟ ممكن. في نوع منها نوع نيفويد كده بيجي سينس بيرس. طبعا هو ذا موست كومن سكين كانسر تقريبا 70%. اول حاجه ادي النودلر بي سي سي. طبعا هو مش ده اللي احنا بنشوفه يعني. النودل ده انا عمر ما شخصها نودل ار بي سي سي، بس انا بوريكم بس التلنجكتيزي. طبعا هي كل ما كانت في الفير سكين بتبان اكتر، هي غالبا اكتر في الفير سكين. ايه اللي بيميزها كلينيكالي؟ انا لما باجي احدد ألسر او لما باجي اوصف ألسر بكتب فيها ايه المواصفات انا هكتبها؟ اول حاجه اكتب السايز. صح. السايت، النمبر، احس البيز، ابص على الفلور، اشوف الانش. ماشي. طيب السايت اكيد دي هتيجي في سان اكسبوجر. صح. طيب هل السايت يفرق معايا انا يا ابو حميد في الكلينيكال؟ يعني مثلا هي بي سي سي، قال لك اه كل ما كانت في السنترال فيس كل ما كانت مور اجريسيف، يعني كل ما كانت بيري اوكيولر ممكن كل ما كانت مور اجريسيف. انما لما بتيجي على السايت بتاعت الفيس او بتيجي في الهاندز او بتاع دي بتبقى ليس اجريسيف. طيب السايز هتفرق معايا في حاجه؟ اه كل ما كانت اكبر من 2 سم كل ما كانت مور اجريسيف. يبقى السايز بتاعتها تبدا من صغيره من نص سنتي لحد ممكن توصل ل 3 4 سم. طيب يبقى كل ما كانت السايت بتاعها في السنترال فيس كل ما كان السايز بتاعها اكتر من 2 سم. سايت سايز، الشيب بتاعتها راوندد اور اوفال، المارجن دي مهمه جدا بقى، بيدد مارجن. يعني ايه بيدد مارجن؟ عامل زي السبحه اللي متجمعه مع بعض كده. يعني لما اجي ابص هنا مش عارف اوصل، يعني تحس ان هي متقسمه متقسمه بالراحه. طبعا هي مش واضحه في الصوره قوي، لازم اوريها لكم بيدد مارجن دي، ده مهمه جدا. شايفين؟ تحس ان هي بيدد، يعني هي عامله زي السبحه اللي متجمعين جنب بعض جنب بعض متقسمه. طيب يبقى قلنا السايد سايز شيب، وبعد كده زي ما قلت انا هنحس البيز. البيز هلاقيه انفلتريتد، والفلور بشوفه اللي هو بلاقي فيه نيكروتيك فلور وبلاقي فيه هيمورج وكراستيشن. والايدج بيسموها رولد بيدد. طيب ايه الفرق بين الايدج والمارجن؟ الايدج بحسه النبي، لا الايدج والمارجن، المارجن الشكل نفسه. والايدج هو الايدج بيبقى في ألسرز، انما بالظبط ده السراوندنج بقى ليها. يعني الجزء السراوندد الليجن نفسه، انما المارجن دي في الليجن اتسلف. ماشي. طيب يعني انا دلوقتي عندي ألسر اهي. ماشي. الألسر خلاص اللي تحت ده المفروض البيز اللي انا هحسها، واللي فوق من هنا الفلور. صح. ادي الليجن اهو، يبقى دي المارجن. ممكن يكون رولد ايج. صح. ريزد ايفيرد زي السكلونوس الكارسينوما ده في الايج، انما الادجاسنت سكين اللي حواليها ده بيسموه المارجن. سيانوتيك مارجن، اريزيمتس مارجن. نعم. رولد بيد ايتش المارجن السراوندنج سكين. المارجن ده الجلد الطبيعي اللي حواليها. هنا ما فيهوش حاجه، ما فيهوش كلام، ما فيهوش مارجن. لا لا لا
في ناس كاتبه ان هي كانت سيانوتيك مارجن بس مش ما شفتهاش. طيب وما ننساش السيرفيس بتاعها، نقول ان في كمان تيلنجكتيزيا ماشي. طيب عايزين نخلص قسم البي سي سي، انا عايز انا ما كنتش عايز اشرحها اصلا. طب هل بيحصل منها ميتاستاسيس؟ لا. طب لو حصل منها ميتاستاسيس تروح للليمف نودز ومنها على اللنج ماشي. الترا فايلت اكسبوجر قلنا بقى السندرومات ايونايزد راديشن ايمونو سبريشن حاجات الكيميكالز. طيب ايه هي بقى السكين كونديشنز اللي يطلع عليها البي سي سي؟ اوعى تنسى البيرن. انا عمري ما هنسى زميلي او والد زميلي كان عندها بيرن بقاله حوالي 46 سنه. 46 سنه البيرن ده قال لي في قرحه بدات تحصل فيها، ما هي سكوما سيل كارسينوما يا بيزل سيل كارسينوما، هي طلعت في الاخر سكوما سيل كارسينوما، بس اول ما بيقول لك بيرن وبدا يحصل فيه قرحه تتوقع بيزل سيل كارسينوما او سكوما سيل كارسينوما. كرونيك ألسر زي المارجينين ألسر، نيفا سبيشيس اوبستراكشن، درماتوفايبروما، زيرو درما بيجمنتوس، الحاجات بايزل سندروم ماشي. اهم حاجه الارزينيك اللي هو بتاع ميه الابار ما تنسوهاش، وادي الهيب جوب تصوير قلناه ماشي. ده واحد بيندم ان هو ما كانش بيتعرض او ما كانش بياخد صن سكرين. حلو قوي الصوره دي. طيب انا قلنا كل ما كانت البي سي سي تيجي في السنترال فيس كل ما كانت مور اجريسيف، يعني لما تيجي في النوز لما تيجي بيري اوكيولر انا اخاف منها جدا ماشي. ليه؟ لانها هتعمل ديستراكشن ل اللوكال ديستراكشن بتاعها هيبقى عالي. ايه انواع البي سي سي بقى؟ اول حاجه والله قالك في حاجه اسمها نودلر بي سي سي، في حاجه اسمها سوبرفيشال بي سي سي، في حاجه اسمها الفايبرو ابيثيليوما اوف بنكس، في حاجه اسمها المورفيا لايك بي سي سي ماشي. كل الانواع دي نعم انواع كلينيكيه، ده كلينيكال ماشي. طيب لما يجي يقول لك بقى النودلر بي سي سي قول والله يا فندم ده الكلاسيك فورم بتاعتها، النوديولز بتبقى عباره عن دوم شيب نوديولز والسيرفيس بتاعها هو في تيلانجكتيزيا، وبعد كده بتتكون الالسر اللي هي بتبقى سنتر الالسر، وبعدين اوصف الالسر. صعب الكلام ده؟ حلو. قال لك في كتب كاتبه بقى ان النوديولار بي سي سي دي في منها نوعين، يا اما سيستك يا اما بيجمنتد. عم عاصم كاتب البيجمنتد ده فاريانت لوحده، حلو؟ مش هتفرق كتير. لما تعرفوا ان النوديولز دي في منها سيستك فاريانت او بيجمنتد فاريانت ماشي؟ يلا دي ايه؟ اديكم بتتفرجوا اهو نودلر دي على فكره طبعا مش 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 هتسيبك الا لما لازم تسال، لازم تساله في البي سي سي، لازم في الكلينيكال بي سي سي بي سي سي. شوف شايفين بقى البيد مارجن هنا رولد اتش دي مش ممكن. هي رولد دي يعني مبرومه لجوه؟ لا راه تحس ان هي مبرومه لجوه. اللي بره كده اللي بطلع على بره دي دي الايفيرتد رولد دخل جوه. طيب ادي بي سي دي على فكره موست كومن بنشوف البي سي سي، يعني الحته دي اللي احنا بنشوفها كتير جدا. وانا متهيألي بعت لكم مره صوره بيشنت عندي جت لي هنا كانت بي سي سي كارسينوما وبي سي سي نعم. لا كانت في واحده لوحدها كده كانت بي سي سي. ادي نودلر بي سي سي وسكلينجكتيزيا. نودلر احنا قلنا ان هي بدات الاول نودلر، ولما بتفتح بنسميها نودلو ألسراتيف بي سي سي. طيب السوبرفيشال بي سي سي بقى، السوبرفيشال بي سي سي دي صعب قوي ان احنا نشخصها. ليه؟ رقم واحد ان هي بتيجي في النون سان اكسبوز، يعني بتيجي في الهيدن اريا غالبا اكتر في الشولدرز وبتبقى اكتر في الترنك. رقم اثنين بتيجي بمالتيبل اريثيماتوس باتش كفرد باي سكيلز كانها سوريزيفورم او اكزيماتوس ليجن، بس انا لو دققت في الايدج بتاعتها قوي هلاقيها رولد ايدج وهلاقيها بيدد مارجن ماشي؟ طيب مالتيبل اريثيماتوس باتش باتش covered by scales كانها سورايسيفورم كانها اكزيما تسليج. حلو؟ تبقى اكتر فين؟ في الشولدر في الطعام. شايفها كده؟ يعني ده انا عمري ما اتوقع ان هي دي، احنا بنتوقعها كده بايه؟ بال واحد عيان كبير
اولد رقم 2 خد توبيكال استرويد وما خفش، خد علاجات كتير وما خفش، فتوقع عندي سوبرفيشال بي سي سي او باونز. فاكرين الباونز اللي هو المره اللي فاتت وريت لكم صوره زي دي بالظبط كانت باونز بالظبط ماشي. ادي سوبرفيشال بي سي سي ودي غالبا بتبقى اندوجينس من الارسينيك اكسبوجر، يعني الناس اللي هي شغاله في مصانع زنيخه او بيشرب ميه فوات كتير ممكن يجيلها يعني سوبرفيشال بي سي سي. طيب رقم 3 المورفيا لايك. يعني ايه مورفيا؟ يعني حصل فيه تيبس في الجلد، يعني فيه سكلروزنج في الجلد، ودي طبعا صعب ان احنا نشخصها برضو الا بالبيوبسي. بتبان كانها سكار، يعني انتوا لو شفتوها دلوقتي هوريكم صوره هي سكار سكار بالظبط، وطالع فيها او طلعت بي سي سي اهي، دي المورفيا بي سي سي كانها بالظبط سكار لايك بالظبط سكار. طيب دي المورفيا بي سي سي انتوا تعرفوا بس مورفيا. اخر نوع بقى حاجه اسمها فايبرو ابيثيليوما اوف بينكس. بينكس ده اسم العالم اللي اخترعها، وفي نفس الوقت هي بينك ماشي. فايبرو يعني ايه؟ يعني فيها فايبرسيشن كتير، وابيثيليوما عشان هي بي سي سي، لان البي سي سي اسمها بيزل سيل ابيثيليوما. شباب البيزل سيل كارسينوما اسمها بيزل سيل ابيثيليوما او بيزل سيل كارسينوما، الاثنين صح، الاثنين اسامي الواحده تبقى عباره عن ايه؟ فايبرو ابيثيليوما اوف بينكس بتبقى عباره عن سيستيك، بتبقى سوفت شويه ماشي، وبتبقى تيلانجكتيزيا فيها كتير، وبتبقى سيسايل يعني ناديه يعني سيسايل نوديولز، وبتبقى كفرد او فيها تيلانجكتيزيا كتير، وممكن تبقى كمان معاها بي سي سي الاثنين جنب بعض. الفايبرو ابيثيليوما اوف بينكس ده فارينت من البي سي سي، بتبقى عباره عن سيستيك نوديولز وعليها تيلانجكتيزيا وبتبقى سيسايل. صعب كده؟ انتوا عايزين تعرفوها اسامي فقط اللي انا بقوله لكم كده بس عشان تفتكروا، لما انتوا عليكم كلينيكال فيرينت نوديولار او نوديول السراتيف وهو بيجمنتد سوبرفيشال فايبرو ابيثيليوما اوف بينكس. يعني لو جت الكلينيكال بيت مش هنكتب اي حاجه، هنكتب اشرح النوديولار بس. البيجمنتد بي سي سي بقى مين اللي فاكر حاجه اسمها الميلانو اكانثوما؟ اه في اكتينيك كراتوزيس. حلو، اكتينيك كراتوزيس سيبوريك كراتوزيس ده كان فاريانت من السيبوريك كراتوزيس صح. الميلانو اكانثوما ده كانت هيستوباثولوجيكال فاريانت، وكنت بقولت لكم ان البناء او التيومر سيلز دي رفضت ان هي تاخد البيجمنت من مين؟ من المينوسايتس، وبالتالي حصل لودنج بالظبط، لودنج للبيجمنت فين؟ في المينوسايتس، عشان كده بانت بيجمنتد. حلو؟ طيب نفس الكلام في البيجمنتد بي سي سي، ان الميلانوسايتس ما قدرتش توصل او المالجنان سيلز ما خدتش البيجمنت من الميلانوسايتس. مش عارف تفسيرها بس تعرفها بس ان في نوع فاريانت ماشي من البي سي سي نتيجه ان حصل اوفر لودنج للميلانين جوه الميلانوسايتس. بيجمنتد بي سي سي. يبقى الخص بقى اللي انا قلته، انا عندي نوع اسمه نودلر بي سي سي، والنودلر بي سي سي هي سيستيك هي بيجمنتد ماشي. في نوع تاني اسمه بيجمنتد بس هو انا ما بتلخبطش، انا بقوم نودلر وبيجمنتد دي بخليها لوحدها بصراحه. حلو؟ طيب يبقى نودلر يا سيستيك يا بيجمنتد، رقم 2 سوبرفيشال بي سي سي، رقم 3 ها مورفيا لايك، وفي الاخر فايبرو ابيثيليوما اوف بينكس. حكايه البي سي سي ان هي تقعد تعمل لوكال ديستراكشن دي ممكن تيجي على الهيل فولكل تقوم جايه مكسرها وتعمل لك سكتريشن الوبيشيا زي اللي حصل يعني تسوي عند لارج بيزل سيل كارسينوما. طيب انا عندي بقى فاريانتس هيستوباثولوجيكال. ايه الهيستوباثولوجيكال فاريانتس؟ قال لك والله اصل هو في منها الاول لازم تقول لي ده دي ديفرنشيتد ولا اندفرنشيتد. يعني ايه كلمه ديفرنشيتد واندفرنشيتد؟ البيزل كيراتينوسايتس دي من احد مميزاتها ان هي كانت بتطلع لي كل الخلايا صح؟ هي كانت بتطلع لي الهير فوليكل على فكره، وممكن كمان بيحصل منها بادنج كده عشان يطلع لي سيميشيس جلاند، ده في النورمال بيحصل منها بادنج كده عشان يطلع لي ايبوكراين والسويت جلاند، وبيحصل ده هي الستيم سيلز تعتبر هي الستيم سيلز، وهي اللي ممكن تحصل ديفرنشيشن وتعمل لي ايبوكراين. فيقول لك ايه؟
انا عندي نوع undifferentiated، ده انا عندي ماسس وبيزالويد سيلز كهيستوباثولوجي، بس انا عايز اوريكم بس نشوفها عشان ما ننساهاش. طبعا خلصنا النقط دي كانت فين النقطة اللي فانا دي؟ مش مشكلة دلوقتي. طب الدرموسكوب شايفين؟ دي بقى أهم حاجة فيها الأربورايزنج بلود فيسلز والبلود والبلود دوتس، ماشي؟ الجراي بلود دوتس دي نتيجة البيجمنتس اللي حصل في دكتور الدرموسكوب ده اللي اتسأل فيه في الامتحان. في زقازيق. ممكن يجي سؤال يعني؟ هنا الحتة دي جميلة أوي، يقول لك إيه؟ شايفين الحتة دي الاستراكشر ليس دي اللي في النص دي؟ دي البي سي سي، واللي دي دي البيز دي السيبوريك كيراتوسيس، دي الدرموسكوب، وادي الكلينيكال بتاعها، ادي كان سيبوريك كيراتوسيس وحصل فيه كمان هيموراج وكراستيشن، دي دخلت في بي سي سي، فهمتوا؟ يعني دي كان سيبوريك كيراتوسيس ليجن وقلبت بعد كده بي بي سي سي. دي المورفيا دي ما بتبانش برضو الاربورايزنج بلاد فيسلز دي، اوعى تنسى كلمه اربورايزنج بلاد فيسلز، ماشي؟ احنا كنا داخلين على ايه؟ انا عايز اشوف بس انا هيستوباثولوجي. هيستوباثولوجي اوف بي سي سي، احنا قلنا اتفقنا ان البيزال سيلز كترت قوي صح؟ وعملت انفيجن للدرمس ونزلت، والبيزال سيل دي من ضمن المميزات بتاعتها ان على البريف ان هي اصلا كده كده اصلا بلاسيدي. فيقول لك ايه؟ احفظوا الكلمتين دولت وهم دولت الخلاصه بتاعت الهيستوباثولوجي. ماسس of basaloid cells، masses of basaloid cells يعني ايه؟ على راي الدكتور حسين يقول لك islands of basaloid cells، جزر من البيزالويد سيلز. البريفري بتاعها بلاقي البيزالويد سيلز دي arranged like palisading appearance، حلو؟ المالجنان سيلز دي، المالجنان سيلز دي بتدخل في بعضها كده فتسيب بينها وبين الاستروما بتاعت، يعني ادي مثلا ادي الابيدرمس اهو وادي الدرمس. انا عندي، انا ممكن اشرح الصدور، انا عندي ادي ماسس وبيزالويد سيلز صح؟ ماسس وبيزالويد سيلز، ايلاندز وبيزالويد سيلز، حلو؟ وعلى البريفر بتاعها هلاقي البيزال سيلز لايك بلاسيدنج ابيرنس، حلو كده؟ بلاسيدنج 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 with the various degree of differentiation، يعني يعني ممكن دي ما لهاش اندفر، يعني ايه اندفرنشيتد؟ يعني زي ما هي كله بيزالويد سيلز، وممكن الاقي او جزر ثانيه حصل فيها ديفرنشيشن والاقي في سنترال كيراتين في النص بتاعت الايلاندز دي. ده دليل ايه؟ ان البيزال سيلز تحولت الى كيراتينوسايتس، يعني البيزال سيلز تحولت الى جرانيولار سيل لاير ثم الى جرانيولار سيل لاير، وفي النص اتكون عندي كيراتين. لما بلاقي الكيراتين ده انا ببقى مبسوط، ليه؟ ده دي لسه كريسبر صح؟ ده دي ويل ديفرنشيتد، حلو الكلام. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ خلي بالكم ركزوا، الايلاندز اوف نورمال الايلاندز اوف بيزالويد سيلز دي بتدخل في بعضها لدرجه ان هي بتفك من الاستروما. ان الاستروما اللي هي امبيدد فيها اللي هو الكونكتيف تيشو اللي موجود تحت اللي هو الدرمس، فتقوم جايه فاصله، ولما تيجي تفصل عنها تعمل واتس كولد كليفت. يعني ايه كليفت؟ يعني ما بينها وبين الكونكتيف تيشو بتاع الدرمس فجوه بيسموها كليفت، حلو؟ طيب مين فاكر كلمه ميوسينوزس؟ مين فاكر كلمه اميلودوزس؟ لما كنت بقول لكم في حاجه اسمها سكندري اميلودوزس وسكندري ميوسينوزس صح؟ قلت لكم السكندري ميوسينوزس دي ده هيستوباثولوجيكال تيرم صح؟ بكتشفها اكسيدنتالي وانا لما باخد ليجن صح؟ ان حصل بريسيبيتيشن اوف ميوسين او الاميلويد على ليجن صح؟ والليجن ده غالبا تيومر كرونيك ليجن او كرونيك لونج ستاندنج ليجن، وغالبا تيومر قلت لكم غالبا البي سي سي بيتكون فيها ميوسين كتير صح؟ اللي هو الام اف فاكرين؟ وعلشان كده من ضمن الحاجات اللي هشوفها في البي سي سي ممكن الاقي فيها كمان ميوسين ديبوزيشن. يبقى لما اجي اقول لك بقى ايه هو الهيستوباثولوجي بتاعت البي سي سي؟ هقول له والله انا عندي ماسس وبيزالويد سيلز، حلو؟ وعندي كليفتس بتوين البيزالويد سيلز اند الستروما، وعندي كمان عليها بلاد فيسلز كتير ولا لا؟
اه طبعا عليها كتير. طيب ليه انا قلت حكاية الكليفتس دي؟ طبعا الستروما اللي حواليها بتبقى فايبرس ستروما. ليه انا قلت حكاية الكليفتس دي؟ لان يعني في مرض تاني هاخده النهاردة حاجة اسمها ترايكو ابيثيليوما. عارفها يعني ترايكو ابيثيليوما ده عبارة عن بناين تيومر. وترايكو ابيثيليوما لما باجي اقول حولك دماسس وبيزالويد سيلز. بس ده هتبقى ديفرنشيتد مش اندفرنشيتد، هتبقى ديفرنشيتد. وهقول لك ان مفيش كليفتس بتوين الايلاندز اند الستروما. خلاص؟ بالرغم ان انا هلاقي فايبرس ستروما برضو. تعرف انا ممكن اقولها في كلمتين. ايلاندز اوف بيزالويد سيلز امبيدد ان فايبرس ستروما. هي دي البي سي سي. ولازم تقول ان في بلاسيدنج ابيرنس حوالين في البيت. تعالى بقى اما اوريها لكم. بس طبعا الابيدرمس ما بيبقاش فيه حاجه خالص. ايه ده؟ ده بيبقى فيه اتروفي، ده ممكن يحصل فيه اتروفي اللي يحصل فيه السر. طيب بيحصل الاول لو كانت نيودولار في الاول تبقى فيها اتروفي، بس لو فتحت السر اللص اوف كونتينيوتي. طيب بصوا بقى بصوا. اهي اول ما بشوفها كده شايفين ايلاندز وبيزالويد سيلز. ايلاندز وبيزالويد سيلز. والبريفري بتاعت الايلاند شايف احمد البلاسيدنج؟ عامله زي صوره الجنينه بالظبط. ماشي؟ طيب شايفين الجلد؟ شايفين الديرمس بيل صح؟ وقلنا البيل ديرمس دي وخصوصا الحته الزرقاء. يبقى قديم. او نسيم. شايفين؟ فلتر البلوش دي بيسموها نسيم. ماشي؟ بتلي نسيم. اللي بتسبب ايه بقى يا باشا؟ الشين بلو او توليدون بلو او كلويد الايرن. شايفين بقى؟ ماسس اوف بيزالويد سيلز امبيدد ان فايبرس ستروما اند سيبريتد فروم ذا ستروما باي مهمه جدا حكايه الكليفت دي مهمه جدا لانها ده هتفرقها لي من الترايكو ابيثيليوم. شايفين الكليفت؟ شايفين البيزل؟ من كتر حكايه البيجمنت دي والله قالوا البيجمنت دي بي سي سي دي ليها اسباب كتير. قلنا اللي هي ان الدندرايت ان الميلانوسايتس ما بتقدرش تدي الميلانين للكيراتينوسايتس اللي هي المفروض بقت مالجنت سيلز فحصل فيها ايه؟ ديفكت في ترانسفير بين الميلانوسايتس اند كيراتينوسايتس. قال لك والله ما هو ممكن يحصل هي مورش صح؟ بلاد فيسلز دي مش بيحصل فيها هيمورج والهيمورج ده يطلع لي الهيموسيدرين والهيموسيدر ده انجلفد ب ال بالبلانوفاجز. يعني ده تفسير تاني للبيجمنتيشن. ده البيجمنتيشن طيب ادي طيب انما السوبرفيشال بي سي سي بقى بتبقى عباره عن ايه؟ قال لك والله السوبرفيشال بي سي سي هي بي سي سي عاديه بس بتبقى سوبرفيشال او كونفاين طول البابيلاري ديرمس. ماشي؟ شايفين الانتراكشن عامل ازاي؟ ده كليفت محترم ده. طب لما اجي اقول لك بقى المورف طبعا انت لما يجي يقول لك جيف ان اكونت اون بي سي سي او الهيستوباثولوجيكال او الهيستوباثولوجي بتاعت البي سي سي انت هتقول له كلاسيك الاول هو النودلر صح؟ وبعد كده هتدخلي على السوبرفيشال بي سي سي ان هو تكون كونفايند للابر دنت. ده هي كلمه واحده بس اللي هتقول. رقم اثنين المورفيا. احنا لسه ما خدناش المورفيا صح؟ مورفا دي معناها في كولاجين باندلز كتير. يعني هتقول الكولاجين باندلز ار تك وشكرا على كده. ماشي؟ نيومبرس وسك. السكليروزنج ده دكتور هي المورفا. السكليروزنج بيسموها السكليروزنج او المورفيا لاين. الفايبرو ابيثيليوما اوف بنكس. فايبرو ابيثيليوما اوف بنكس تتميز بايه؟ بصوا بقى. ان البيزالويد سيلز ستيل اتاتشد. يا شباب. المورفيا لاين فيها فايبر الكولاجين باندل ثيك اند نيومرس. ثيك اند نيومرس. نيومرس. في الفايبر ابيثيليوم اوف بنكس عشان الرسمه دي ان شاء الله مش هتنسوها. الفايبر ابيثيليوم اوف بنكس شغاله ايه؟ ان البيزالويد سيلز ستيل اتاتشد للابيدرمس من فوق ونازله ستريكس والستريكس دي نازله ان ريتيكولار باترن. ماشي؟ دي الفايبر ابيثيليوم اول ما بتشوفها دي بيزال سيل كارسينوما وفي نفس الوقت دي فايبرو ابيثيليوما اوف بنكس.
يبقى ريتيكولار اور انستموزنج ريتيكولار ستريكس. ماشي؟ الفكره دي مهمه جدا ان تيجي ام سي كيو. الفايبر اوبتينوما اوف بينس نت لايك باترن انستموزنج باترن ريتيكولار باترن اللي انتوا عايزينها. اهم حاجه تقول ان هي ستيل اتاتشد للابيدرمس ونازله كريتيكولار او نت بورك. نعم؟ فايبروس بيبان ايه؟ فايبروس. شايفين كولاجين باترز سيل كتير دي الحمرا دي كلها كولاجين باترز. الحمرا البيسالويد سيل زي امبيدد بتوين كولاجين باترز كتير. يعني شوف دي شوف اللي قبلها مثلا. يعني انت فاهم ان هي دي ماسكه اسم الابيدرمس فالكولاجين باترز هنا مش سك نورمال. هنا نورمال. قولي بقى يعني هي لسه كونفايند الابيدرمس فاستروم عامل زي ستريكس كده بس كده. شايف انا البندرز هنا عامله ازاي؟ محمره قوي. ما بص ماشي اهي. الثانيه كانت فاصله صح؟ اه. ونازله في نت وورك باتر. اهي. صوره ثانيه. دوب قوي دي. تم يوسين بوزيشن وشكرا. الانفلتريتيف بقى الانفلتريتيف عامله زي بتبقى مور ديبر بتوصل ممكن توصل لحد السب كيو وبيشبهوها بجذر الشجره. الكلام مش عارف بقى ده موجود عندكم ولا لا. طيب لا ده من ضمن الريسك فاكتورز الانفلتريتيف. يعني لما بيقول لك ايه هو الريسك فاكتور بتاعت البي سي سي او البي سي سي اللي تخاف منها ده شكله. ولا يا فندم والله يا فندم على حسب السايز بتاعتها على حسب السايز بتاعتها على حسب الكلينيكال فاريانت على حسب الهيستوباثولوجيكال فاريانت. ليه؟ لان لو الهيستوباثولوجيكال فاريانت بتاعتها كانت انفلتريتيف ونازله ديب لحد السب كيو ده هاي ريسك. المايكرونودولار بي سي سي ده هاي 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 ريسك. ليه؟ مايكرونودولار بي سي سي بتبان الايلاندز بتبان في صوره مايكرون كيوز. مايكرونودولار بي سي سي ات از ا هيستوباثولوجيكال فاريانت. مايكرونودولار بي سي سي ده عبارة عن هيستوباثولوجيكال فارينت من البي سي سي. تتميز بإيه؟ إن هي لما بتيجي بتيجي في صورة بابيولز. وممكن تيجي تحت وما تبانش كلينيكال خالص، يعني الجلد فوق هيبقى نورمال أبارنت سكين. وعلشان كده أنا بيقول لك إيه؟ إن هي ممكن تخلوا بالحتة دي والنبي يا شباب بصوا لي بس. إن هي بتيجي بصورة بابيول غالبا بابيول وممكن تيجي بصورة نوديول. بس لما بتيجي بتبقى تحت الجلد والجلد اللي فوقها بيبان ابارنتلي نورمال. وعشان كده انا لما باجي اشيل النوديولز اللي ظاهره قدامي انا مش عارف ان تحت فيه ليجن صح؟ مش هعمل هيمرج اللي تحت اللي فيه ليجن ده الريكرنس فيه هيبقى عالي. طيب مجمل الكلام ده كله ان المايكرونودولار بي سي سي الريكرنس بتاعها عالي. ليه الريكرنس بتاعها عالي؟ لان انا ما بعرفش اشيلها كلها. ليه انا ما بشيلهاش كلها؟ لان الجلد فوقها نورمالي سكن ابارنتي نورمال ابارنتي. طب هيستوباثولوجيكال ما هو عباره عن مايكرو نوديولز ايلاندز اوف نورمال سكنز بس بتبقى سمول نوديولز. ماشي؟ بص عليها كده اهي دي بيسموها المايكرو نودولار بي سي سي. ماشي؟ ادي المايكرو نودولار بي سي سي. اخر فاريانت بقى هيستوباثولوجي لو لقيت كمان سكويموس سيل كارسينوما مع البيزل سيل كارسينوما فبيسموها بيزي سكويموس بي سي سي. طيب فين البيزل سيل كارسينوما؟ دي ماسك بيزل سيلز. فين سكويموس سيل كارسينوما؟ ماسس اوف سكويموس سيلز عباره عن ايزينوفيلك ودي بيزوفيلك. بيزوفيلك هي سيلز ايه؟ بيزالويد. سكويموس سيلز طب دي بتبقى كلينيكال ازاي؟ ايه دي؟ بتبقى اثر بس. اثر بس؟ بس. تاني بقى. صلوا بينا على النبي. نسينا نقول الادينويد ده. طيب يعني ايه كلمه ادينويد لما بتيجي تقراها في الكتاب؟ احنا
احنا قلنا الاول البي سي سي يا اما اندفرينشيتد يا اما ديفرينشيتد صح؟ والاندفرينشيتد عباره عن ماس وبيزالويد سيلز وسبلاسيدنج باترن وامبيدد ان فايبرس ستروما وبينهم كليفت. صعبه كده؟ ممكن الاقي فيها ميوسين، ممكن الاقي فيها اميلويد، ممكن الاقي فيها كده. قال لك والله الديفرينشيتد بقى يعني هيحصل لها ديفرينشيشن. يعني ايه هيحصل لها ديفرينشيشن؟ يعني هتتحول الى حاجه ثانيه. في فرق بين البروليفريشن وفي فرق بين الديفرينشيشن. البروليفريشن احمد وبقى 10 احمد، انما ديفرينشيشن احمد وجاب يوسف ويوسف مش عارف، دي ديفرينشيشن. الديفرينشيشن بتاعه البيزالويد سيلز هتختلف في ايه؟ ان هي اصلا كانت بتديني حاجات كتيره في الاصل، فممكن تديني دكت، ده ممكن تديني جلاند، مش تديني جلاند بمعنى ان جلاند هتطلع سكريشن، تديني حاجه تشبه الجلاند. ولو طلعت حاجه تشبه الجلاند بيسموها ادينويد. خدنا ادينويد قبل كده؟ فين؟ في السيبوريكراتوزس ادينويد غير الكلونال. تدخل امتحان ولا مش تدخل؟ ان شاء الله. يبقى ادينويد او بيسموها ادينوسيستيك اللي هو بتديني حاجه اسمها جلاندولار ديفرنشيشن. يعني جلاندولار ديفرنشيشن هتديني حاجه تشبه الجلاند. يعني ايه؟ يعني هتديني ستراكشر عباره عن تو روز اوف سيلز، كانه بالظبط مين؟ ايبوكراين او اكراين جلاند. ماشي؟ اشوفها من بعيد كده. يعني مثلا انا كان في واحده هنا مش عارف مش جايب هنا صوره ليه، كانها بالظبط كانها كده. يبقى انا عندي ستراكشر كده تو روز اوف سيلز، اول ما بشوفها دي من بعيد اقول دي كراين او دي كراين، على حسب بقى في كابيتيشن ولا مفيش دي كابيتيشن، اقول دي كراين او ايبو كراين. بس هي من بعيد تشبه الجلاند وما هي بجلاند، بس هي البيزر سيلز دي كانت المفروض تعمل لك جلاند، راحت عامله لي حاجه تشبه الجلاند بس ما فيش سكريشن هنا، فدي بيسموها جلاندولار ديفرنشيشن او ادينوسيستيك بي سي سي. بس دي كلينيكالي عادي بتبان عادي. طب المايكروسيستيك فاكرين الميليا؟ بيبقى معاها حاجات تانية نون ديفرنشيتد ولا بيبقى كل الليجن كده طول؟ لا لا لا، ممكن الاقي حته كده حته كده ادينويد. ماشي؟ طيب المايكروسيستيك ايه اللي حصل في المايكروسيستيك دي؟ الماسس والبيزالويد سيلز دي راح مكونه لي في الاخر كيراتين، والكيراتين قاعد يزيد يزيد يزيد، فاصبح عندي سيست في كيراتين. وقلنا كيراتينايز سيست ده المره اللي فاتت اللي هو مين؟ الماليا صح؟ طيب مايكرو نودرال لسه قايلين انفلتريتنج دي دخلت لتحت خالص. ماشي؟ نيوروتروبيك دي مش مشكله، بس هو النيوروتروبيك ده عيبها الوحيد ان هي بتبقى ماشيه مع النيرف لدرجه ان هي ممكن تعمل ديستراكشن للنيرف ودي بتبقى بينفول. ماشي؟ بيس سكويمس لسه قايلين. يبقى ايه هو الهيستو باثولوجيكال فارينت؟ الادينويد مايكروسيستيك مايكرو نودرال انفلتريتد نيوروتروبيك وبيزي سكويمس. ايه هو البي سي ال 2 ده صحيح؟ فكرني بيه كده يا دكتوره نرمين. البي سي ال 6 والبي سي ال 6 بي سي الليمفوما صح؟ ده كان انتيجنز من ضمن الحاجات اللي هي بتاعت البي سي الليمفوماز. كنا خدنا البي سي الليمفوما في السنتر ايوه والمارجنال زون صح؟ برافو والنبي صح. طيب انا قلت لكم ان انا عندي لما يجي يقول لك ديفرنشال دايجنوزس للبي سي سي، لما يجي يقول لك ديفرنشال دايجنوزس للبي سي سي قول له والله يا فندم في هيستوباثولوجيكال ديفرنشال دايجنوزس وفي كلينيكال ديفرنشال دايجنوزس. الهيستوباثولوجيكال ديفرنشال دايجنوزس اهمهم مين؟ ترايكو ايبيثيليوما اللي هناخدها النهارده. ترايكو ايبيثيليوما دي عباره عن ماسس اوف بيزالويد سيلز وليها بلاسيدين برضه ابيرنس وامبيدد ان فايبرس ستروما بس ويزاوت كليف. طب افرض ما كانتش باينه، قال لك والله اعمل ماركر البي سي ال 2 ده هيبقى بوزيتيف في حاله البيزر سيل كارسينوما وهيبقى نيجاتيف في حاله الترايكو ايبيثيليوما. السي دي 34 نيجاتيف في حاله البي سيل كارسينوما وبوزيتيف في حاله الترايكو ايبيثيليوما. لا سي دي 34 بوزيتيف في حاله الترايكو ايبيثيليوما وبي سي ال 2 بوزيتيف في حاله البي سي سي والعكس بقى طبعا. ايه هما الاجريسيف فاريانتس؟ هي ليه المايكرونودولار اجريسيف؟ عشان ريكارنت. طب ليه ريكارنت؟ علشان ما بتبانش كلينيكال وبالتالي
هيجي يشيل. ايفن لو شالها بسيفت مارجن بتبقى في حتت صغيره كده تحت الجلد مش باينه، تقوم جاي عامله لي الريكرنت سين. يبقى المورفي والمايكرونودولار الانفكتريت والبيس سكويمس دولت اجريسيف سب تايبس. دي بقى شفوي، الكلام ده بقى شفوي. تعالج البي سي سي ازاي بقى يا بابا؟ حسب السايز بتاعها. على حسب بقى ايه يا فندم؟ والله يا فندم على حسب السايز، وعلى حسب السايز، وعلى حسب النمبر، وعلى حسب الهيستوباثولوجي بتاعه صح، وعلى حسب التايب. انا انفاريانت بمعنى ايه؟ يعني لما تيجي مالتيبل بي سي سي عمر ما هتعامل معاها زي ما كانت سنجل بي سي سي صح. لما تكون موجوده في الفيس او في السنترال فيس غير لما تكون موجوده مثلا في الايلو بيولز او موجوده في البريفري. لما تكون كبيره اكتر من 2 سم عمر ما هعملها زي اللي كانت صغيره ماشي. يبقى تعتمد على السايد، السايز، النمبر، الكلينيكال والهيستوباثولوجيكال فارينت، وهل دي اول مره تجيله ولا كانت ريكار. كل ما كانت نعم ده شفوي. ده مكتوب يعني كل ما كانت اول هيستوباثولوجي وبعدين ارجع اعمل تريتمنت ما باخدش اكسشنال بايوبسي. ايه ده؟ هوريها دلوقتي. كل ما كانت اكبر من 2 سم، يلا ما احنا لسه قايلينها دلوقتي. كل ما كانت اكبر من 2 سم، كل ما كانت في السنترال فيس، كل ما الاجريسيف. لو كانت مايكرو نودولر او اجريسيف او ريكرنت ماشي. بورلي ديفايند مارجنز. بورلي ديفايند مارجن ده يقول لك ايه؟ ان الليجن نفسه مش متحدد، لا ده بيسحب لتحت ماشي. اول حاجه اكسيشنال بايوبسي، ده بيجي بقى في ال ده سؤال شافه كانت بتسيل في شبيه يا بنتي بي سي سي وجانت جت في النوز تتعامل معاها ازاي؟ وبي سي سي وجت في التشيك تتعامل معاها ازاي؟ والله يا فندم بي سي سي وجت في النوز انا الافضل ان انا اعملها حاجه اسمها المقص تكنيك مايكرو سيرجري تمام؟ طيب عموما نعرف بس انما الثانيه دي اكسيشنال بايوبسي وخلاص. رقم واحد هنعمل اكسيشنال، انتوا تعرفوا اسامي بس اكسيشنال بايوبسي. بس الاكسيشنال بايوبسي ده هيعتمد انك هتاخد معاها كمان سيفتي مارجن، والسيفتي مارجن دي هتعتمد على السايز بتاعه الليجن. يعني كل ما كانت السايز بتاعه الليجن اكبر كل ما هاخد سيفتي مارجن اكبر. السيفتي مارجن في الاغلب من 3 ل 4 ملي. يعني لو مرض هو شوف خد سيفتي مارجن قد ايه؟ طبعا شيف بايوبسي كيوريتو ممكن اعملها الكترو كوتر بعد كده. الكرايو ثيرابي هعمل حاجه اسمها دبل فريد ثو. يعني ايه دبل فريد ثو؟ يعني بدل ما كانت هتاخد 20 سنه هتاخد 40. هقرب منها بحيث ان انا لما باجي احقن النيتروجين ليكويد او الكرايو انا بقعد اضغط 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 لحد ما في طبقه بيضة كده او زون بيضة كده صغيره بتبان حواليها تعرفوا. والزون البيضة دي لو حصل فيها كاجريشن المفروض ما تزيدش عن 2 ل 3 مللي. ليه؟ لانها لو زادت قوي ممكن تعمل هيموراجيك بولي، وده اغلب بتوع الامتياز هم اللي بيعملوها. انما دي اعمل ليه؟ انت عايزه تضمن، انت عايزه تضمني ان البنتريشن اللي انت عملتيه كانت مور ديب، لان دي بي سي سي حلو. وعلى فكره حالات البي سي سي اللي عالجناها بالكرايو كانت رائعه بصراحه، ولكن بتبقى احسن قوي في السوبرفيشال بي سي سي ماشي. تبقى احسن قوي في السوبرفيشال بي سي سي، لان السوبرفيشال بي سي سي دي كونفايد لمين؟ الابر ديرمس، بدل الديرمس والحاجات دي ماشي. طيب يبقى اول حاجه هنعمل اكسيشنال بايوبسي. في ناس قالت اعمل شيف بايوبسي، في ناس قالت اعمل كيوريت والكتروكوتري، في ناس قالت اعمل كرايو ثيرابي. شوف دي الناس اللي هم طيب. امتى الكرايو بقى احلى؟ لما تبقى مالتيبل ماشي او سوبرفيشال طبعا. ممكن اشيلها بالكربون دايوكسيد ابليتيف ليزر. المهم مايكرو سيرجري بقى دي عباره عن ايه؟ صلوا على النبي. انا هشيل الليجن ده 3 دي دايمنشن. بمعنى ايه؟ ركزوا معايا. ده دي الرساله دي كانت رساله الدكتوراه بتاعت حد اعرفه يعني في القصر العيني. كانت في البي سي سي، وكان طبعا قعدت في الرساله دي بتاع 7 8 سنين. لانها سافرت امريكا ازاي تتعلمها ورجعت تاني. تخيلوا. المقص مايكرو سيرجري ده عباره عن ايه؟ ان انا هبقى قاعد
انا الدكتور الجراح الهشيمي ومعايا التكنيشن اللي هيعمل لي الشريحه ومعايا كمان الهيستوباثولوجيست. انا بشيل، انا دلوقتي انا مش شايف الليجن، انا بشيل وده، ويقوم جاي التكنيشن عاملها لي على فورمالين ويقطعها لي، ويقوم جاي الهيستوباثولوجيست يشوفها. هي دي الموست تكنيك، ان انا بقعد اشيل لير 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 لحد ما اوصل للير المارجنز بتاعتها كلها فري. انا كنت لما كنت باخد سيرجي كنت باخد 3 4 مللي بلايند كده صح، سيفتي مارجن. انما ده انت بتقعد تاخد بالراحه، تاخد بالراحه لحد ما تضمن انك خدت الليجن كله. بصوا في الاول شايفين دي ده فيزيبل ليجن اهي صح، دي الفيزيبل ليجن، وبعدين رحت انا مقور بس التقويره دي ما سابت لي الحته دي انا ما خدتهاش اللي هي مين؟ خبطها لي ديرمو بديرمال جنكشن دي. هقوم جاي واخد حته كمان وقوم جاي وداها للتكنيشن يقطعها بتاع الهيستوباثولوجي يشوفها. قال لي ده لسه فيه. يعني ايه لسه فيه؟ ايه؟ يعني انت لازم تشوف سيفتي مارجن، يعني هيلثي مارجن في الباثولوجي، ما شفتوش اور خد تاني وهكذا. تقعد تقور 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 لحد ما تاخد. طب ايه الميزه بتاعتها؟ ايه الميزه بتاعتها؟ الريكرنس فيها قليل خالص. ليه؟ لانك ضمنت انك خدت الليجن كله صح؟ عكس السيرجري، السيرجري انت ممكن تاخد 3 4 مللي وفي في نفس الوقت حاجه من تحت انت مش شايف صح؟ لانك دي انا بعمل كورليشن بتوين السيرجري والهيستوباثولوجي الاثنين مع بعض في ان واحد. رقم اثنين كوزمتيكلي احسن. ليه؟ يعني كمية الحاجة اللي أنا هشيلها هتبقى أقل صح؟ يبقى كوزمتيكالي أحسن، الريت أوف ريكرنس أقل. يعني شاف دي المحص اتعملت بالمحص، فاكرين التانية بتاعت حتة كانت حتة صغيرة على فكرة، كانت أصغر من دي وكانت متاخدة أكبر من كده بكتير. يبقى كوزمتيكالي أحلى، ريكرنس أقل. تعمل لوك أب يا دكتور؟ مش زي اللي أنا شفتها دي، لو أنا دلوقتي عايز أعمل أعملها بالمحص ولا أعملها كارديو؟ محص بقى. احسن الكرايو دي تنفع غصب عنك تستخدمها لو كانت مافي، وبتبقى احسن لو بي سي سوبرفيشال، بس دي مش سوبرفيشال خلاص تحتاج الكارتريج. ايوه الكرايو بتبقى كويسه بس خد كذا سيجن، ما بس مقرفه بقى والله، والريكرنس فيها عالي على فكره اكيد. كان في الورد بيرجع. طيب الراديشن بقى ثيرابي، مشكله الراديشن قالك ان في اختلفت بقى هنا فيها الفقهاء بقى في الحته دي. في ناس اساتذه يقول لك البي سي سي از راديو ريزيستنت، في اساتذه بتقول لك لا اتز راديو سنسيتيف، لان في ناس كاتبه كده وفي ناس كاتبه كده، بس الراديو ثيرابي مكتوب ماشي، سبيشالي بقى مع الريكرنت كيسز او الانفكتريت كيسز. فاكرين فوتو دايناميك ثيرابي؟ هنحط ماده ومنطقه من بالظبط كده، فوتو دايناميك ثيرابي اتكلمنا عنها قبل كده. الايموكومويد اللي هو الالداره، احنا خدنا المره اللي فاتت الالداره وخدنا حاجه اسمها الزكلاره صح؟ الالداره ده تركيز 5 والزكلاره ده 3.75% او 2.5%. قلنا الالداره او تركيز 5% ليه اف دي اي ابروفال ونون اف دي اي ابروفال صح؟ والاف دي اي ابروفال اول حاجه فيها البي سي سي والجينيتال وورت والاكتينيك كراتوزي ماشي؟ الايموكومويد ده واخد الاف دي اي ابروفال، اف دي ابروفال ماشي، في علاج البي سي سي ماشي. طبعا توبيكال 5 فلوروسيل دي استخدمناها كتير وعلى فكره ودت نتائج حلوه خالص. طبعا توبيكال 5 فلوروسيل بتاخد 3 مرات في الاسبوع، ان مرتين في الاسبوع، انما الاضاره 3 مرات. فاكرين بقى الهيد جوب ده بسوي راح عاملين حاجه اسمها الفيزمود جيب. الفيزمود جيب ده دواء بيكسر الهيد هوك ده بسويد بقى خلاص بيقفلها. في البيسال سيل كارسينوما الهيد هوك ده بسويد ده كان بيشتغل ان تشيك نتيجه ديفكت في البي تي سي اتش جين صح؟ ده بيقفلها لك خالص بقى، ده هيد هوك ده بسويد انهبيتور بيقفلها خالص، حاجه اسمها ايه؟ فيزمو دي جي. طبعا الكلام ده مش عارفه قوي يعني. فيزمو ايه؟ فيزمو دي جي. فيزمو دي جيب. ارفيج. فيزمو دي جيب. فيزمو دي جيب. دي جيب. دي جيب عم نجيب.
الـ FDA approved بتاعت الأضداد. Actinic keratosis. والبيزل كارسينوما والجنتال وورد. طيب تعالوا بقى بنشوف بقى السندرومات الاسوشيتد مع طبعا السندرومات دي بتتقل اكتر من البيزل سيل كارسينوما اتسيل. انا مش عايزكم تتخضوا. انا اتفرج بس لا مش هتخضوا من من البيزل سيل كارسينوما طيب انت عندك حاجه اسمها نيفويد بيزل سيل كارسينوما سندروم وعندك حاجه اسمها البازيك سندروم وحاجه اسمها الرومبو سندروم وحاجه اسمها البروك سبيجلر سندروم ماشي؟ طيب انتوا شايفين ايه؟ سيبوكوا بقى من الحاجات اللي انا قلتها دي والقرف ده. انت شايفه ايه يا دكتوره؟ شايفه ايه انا شوف؟ مالتيبل بي سي سي وعندك هنا بيتس بيتس بلانتر وغالبا هتبقى بالمر وغالبا تبقى بلانتر يبقى عندي بالمر بلانتر بيتس صح؟ ايه بيتس؟ نقر بيتس اه شوف النقر مش البيضه دي نقر اه ماشي؟ بالمو بلانتر بيتس وعندي كمان جو سيست وعندي مالتيبل بي سي سي دي بيسموها نيفويد بيزل سيل كارسينوما سندروم. طيب حضرتك عندي هنا مالتيبل بي سي سي صح؟ مالتيبل بي سي سي مالتيبل بي سي سي ندخل بقى على ايه تاني غير المطلوب بس ده في الصور دلوقتي دي بقى اللي مش موجوده عندكم في الكتاب بقى وما اعتقدش ان هي مهمه قوي يعني يلا شباب اول حاجه اسمها نيفويد بيزل سيل كارسينوما سندروم او حاجه اسمها الجورلين سندروم الكلام ده مهم جدا جدا بقى يعني انت ممكن ما تذاكريش البيزل سيل كارسينوما كلها كلها وتذاكري مثلا السندرومات اللي بتبقى موجوده ورا اول حاجه اسمها جورلين سندروم ايه الجورلين اكتبي مهمه جدا او خالص اه والله مهمه جدا نيفويد بيزل سيل كارسينوما سندروم ده يقول لك ده عباره عن ديفكت في البي تي سي اتش جين عرفنا بقى الديفكت في البي تي سي اتش جين خلاص او الباتش جين صح حلو دي ميجور كرايتيريا او ماينور كرايتيريا انت لو عرفتي طبعا عاصم كاتب الكرايتيريا بميجور كرايتيريا بس هو ده لا ميجور ولا ماينور والدايجنوز بتاعتها باتنين ميجور او واحده ميجور واتنين ماينور هي يعني مش هتفرق اعرفي بس اللي موجود عندك في الكتاب حلو كده افتكروا الصوره اللي هي ايه مالتيبل بي سي سي وجو سيست وكمان بالمو بلانتر بيتس تمام عنده سكيتر ابنورماليتي سبيشال اللي بتبقى موجوده في اللبس عنده كالسيفيكيشن سبيشال موجوده في سي ان اس بس خلاص سيبوكوا بقى من الميجر والماينر مكتوبين كلهم ممكن تبقى عندهم ماشي؟ اه دي الدايجنوستيك كرايتيريا بتاعت الجورلين باتيك سندروم ركزوا معايا بقى ركزوا معايا انا عندي مرض اسمه ايكرو كيراتوزيس فوليكيلاريز بارا نيوبلاستيكا اوف بازكس وعندي حاجه اسمها الباسيك سندروم ايه الفرق ما بينهم؟ هما واحد بس الباسيك سندروم ده حاجتين يا اما هيريديتري يا اما اكوايرد هيريديتري اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الاكس لينك دوميننت اكوايرد اللي هو حصل ادينوكارسينوما في او سكوامس الكارسينوما في اي حته ثانيه سبيشالي في الابر ريسبيراتوري تراكت بارانيوبلازمي ليها حصل سكين ليجي تاني يبقى الباسيك سندروم انا عندي حاجتين اكوايرد مش بتاعنا دلوقتي وهيريديتري اللي هو الاكس لينك دوميننت الاكوايرد واحد جاله سكوما سيل كارسينوما في الابر ريسبيراتوري تراكت هوب جاله بيرفول بارونيكيا وجاله سكيلينج مانيفستيشن سبيشال في الاير لوبيولز جاله بالم بلانتر كيراتوديرما دي بيسموها ايه؟ ايكرو كيراتوزيس ومعاه كمان اتروفوديرما كمان فوليكيلاريس بارا نيوبلاستيك اوف بازكس ماشي؟ يبقى لما يجي يقول لك إيه بس مش هيجي يقول لك الايكرو كيراتوزيس بارا في الفيجريت او نعم يعني ما في من الباسيك سندروم ما في من الهيريتري في الاكوارد الاكوارد بقى هو الباسيكس الثاني اه اللي هو اسمه ايه بقى؟ اللي اسمه ايكرو كيراتوزيس في الجلاريس بارا نيوبلاستيك ايكرو كيراتوزيس في الجلاريس بارا نيوبلاستيك يعني في باسيكس ماشي؟
انما بقى بتاعنا دلوقتي بقى اللي هو الهيريديتري، هو مكتوب هنا اوتوزومال دومينانت، هو ده الهيريديتري. هنا اكس لينك. لا يا ماما، اكس لينك دومينانت. ده مكتوب، ده هو مهم عشان هو من ضمن الاكس لينك دومينانت ديزيز اصلا. اكس لينك دومينانت ديز اوردر ماشي، وبقى عباره عن ايه؟ معايا مالتيبل بي سي سي فوليكولار اتروفي ديرما خصوصا في الدورسال اسبيكت بتاعت الهاند، هايبوتريكوزيس، هايبو هيدروزيس، و هير شافت ديز اوردر اللي هو باللايت اوف تايم. طيب فوليكولار اتروفي ديرما هايبوتريكوزيس هايبو هيدروزيس باللايت اوف تايم. نعم ما انا هديكم المحاضره كلها. هو يعني ايه بلاي تروفين؟ دي هير شيب ديسوردر. احنا كده رومبو سندروم، معلش بقى خلاص ما انا هديكم البتاع دي كلها خلاص. على فكره السندرومان دي حفظ هايبو هايبو بص، هايبو تريكوزيس ده في الاصل، انما في الهيدروزيس في ناس قالت في هايبو وفي هايبو، الاثنين ماشيين. رومبو سندروم، فاكرين الموريتوري سندروم خدناها قبل كده؟ موريتوري سندروم هناخده النهارده، خدناها في الاكراتو اكنسوما لما قلت لكم معاها مالتيبل الاكراتو اكنسوما ومعاها سيبيشيس ادينوما او سيبيشيس ادينوما. سندرومات كتير والله يا خير ربنا كتير، صح يا حمد؟ خير ربنا كتير. طيب يبقى الرومبو سندروم ده عباره عن سوما دومينانت ديزيز معاه اتروفيديرما فيرميكيوليتم ماشي. اتروفيديرما فيرميكيوليتم ده هو موضوع كبير كده ان شاء الله هناخده، حاجه اسمها الاتروفيديرما ما تخافوش. مالتيبل بي سي سي معاه ميليا ومعاه ترايبو ابيثيليوما وهايبو تريكوزيس واكرو سيانوزيس ماشي. طيب في نوع اسمه من ضمن لينير يونيلاترال بيزل سيجنيرز، ده بيجي بقى مالتيبل بي سي سي سينس بيرس ماشي، بس كده بازل سندروم وديرما ديرما بيكتوزا. طيب لينير يونيلاترال بيزل سيجنيرز دكتور، السيرج بتاع بي سي سي ده بنعمله بلوكال انستيسيا عادي؟ لا جنرال جنرال. اه عشان بقى الحاجات دي استنى بقى اشوف ان كنت انا نسيت اي حاجه كده متاكده. بس على فكرة ده هيفهمك